الجيش في المشروعات ديت، ان كان في دور للجيش هو دور اشرافي، دور اداره عمل، التزام. بالتهنئه بقرب يعني حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم طيبين. الشركات العامله في هذه المشروعات هي شركات مدنيه مصريه. المشاريع بتاعت الانفاق الاربعه دول، الاثنين اللي في اسماعيليه والاثنين اللي في بورسعيد، هم اربعه اللي بيسمعنا. لو كانت المظاهرات تبني مصر، انا حازل بالمصريين نقف في الشارع ليل ونهار عشان نبني مصر. مجابهه امنيه ومجابهه تنمويه وفكريه وثقافيه وحتى دينيه. الاقليم ده بالمشروعات اللي موجوده في لغايه 30/26، مش كده دوله الرئيس؟ لغايه 30/26 هنكلف 800 مليار، ومستقبل احفادهم او ابنائهم واحفادهم، احفادنا يعني، مرهون بالاستقرار والبناء اللي احنا عملناه ده. يا دوبك ده مقدمه تساهم في ايجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا. الدول ما بتتبنيش بالدلع، الدول ما بتتبنيش بالدلع، الدول بتتبني بالجهد والعمل والصبر. واللي تصور ان احنا من حقنا كأمة انها تاخد مكانها الطبيعي بالسلام وبالاستقرار وبالبنى وبالتعمير.